اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان حرب اكتوبر المجيده ابرزت مقدره الانسان المصري وتفوقه في اصعب اللحظات التي مرت بها مصر والامه العربيه وحققت فيها مصر معجزه العبور وقال الرئيس السيسي ان مصر لم تحارب فقط دفاعا عن ارضها وانما من اجل تحقيق السلام وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته احتفلوا مصر اليوم بذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة يوم انطلق الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره يوم إثبات مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات الذي قد تمر على أي أمة أن يوم السادس من أكتوبر الذي حققت مصر فيه معجزه العبور كان يوما مقدرا له ان يظل خالدا ليس فقط في وجدان مصر وشعبها وانما في ضمير الامه العربيه باسرها وشعوب العالم المحبه للسلام فمصر لم تحارب فقط دفاعا عن ارضها وانما من اجل تحقيق السلام وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته